كنا بننزل للملعب كتلة من النار، نحب بلدنا، نحب وطننا، نحب أنفسنا. بعد وكيت وهذا وقت الفراق بعد وكيت يم انت وانا مشتاق بعد وكيت وهذا وقت الفراق اشتاق لك وبجي هواك يتداين دموع النار يا نهر مذبوح شلون ما صدق يموت الموت قالوني بس ما صدقت يا صاح دليني باب النسيان حتى انسى جنة صحبة بعد وقت ليش تموت السنة بعمرك عرسة ما صدق من ايدي رح يا صاحبي بعد وقت ما صدق من ايدي رح يا صاحبي يا صاحبي إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الراحلين جميعا، السلام على أبي فهد ناظم شاكر، السلام على صخرة الدفاع أبو غزالة، السلام على علي هادي وأحمد راضي، السلام على المتوفين جميعا، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فاجعة بعد فاجعة للعراق والعراقيين برحيل أغصان الزيتون من نجوم المنتخب الوطني والأندية العراقية، رحمهم الله جميعا وأحسن مثواهم وخلص العراق والعالم من جائحة كورونا. صادقة وحزينة ودع المحبون الكابتن ناظم شاكر من أربيل متابعة الزميل علاء الطائي. يا بس إنا لله وإنا إليه راجعون. نازل على وفاة كابتن ناظم، يعني قالوا يعني الحمد لله اليوم بدأ أحسن، فكلش فرحنا الصراحة، بس شو نسوي يعني الله يرحمه وإن شاء الله. ليش يا ربي يا إلهي ليش يا إلهي؟ أنا حل الرياضيين يا رب يا
ليش يا إلهي ليش يا رب؟ اليادي راح، أحمد راضي راح، ناظم راح، ليش؟ بلاوية عراقيين بلاوية، ليش يا رب؟ ليش يا إلهي؟ ايش صرنا لحنا يا رب يا إلهي؟ حبيبي ناظم ليش عبت؟ حبيبي ناظم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.